فاصلة منقوطة. برنامج أسبوعي يبث عبر إذاعة صوت الشعب بالتعاون مع مجموعة بسمة الدولية، من إعداد وتقديم الدكتورة جولشان يوسف صغلام. بتم من خلاله الإضاءة على دور المرأة ونجاحاتها بكافة الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. فاصلة منقوطة، محطة إليك لتاخدي نفس وتكمل المسيرة. فاصلة منقوطة، تنين بعد موجز أخبار 2:30. أعزائي المتابعين والمستمعين، منرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج فاصلة منقوطة بالتعاون ما بين صوت الشعب ومجموعة بسمة الدولية تحت شعار ما توقفي كفي. هالبرنامج أصبح منبر للنساء الرائدات بالمجتمع اللبناني والعربي لنشارككم نجاحاتهم وتحدياتهم. عنوان حلقتنا اليوم هو المرأة في مراكز القرار في السلك العسكري، وبتتميز هاي الحلقة بكونها خاصة وتنبع من مبادئ الشرف والتضحية والوفاء. بستضيف فيها العقيد مروة سعود، رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني. أهلا وسهلا فيكي سيادة العقيد. وبدي رحب كمان بصديق البرنامج الأستاذ المحامي زياد خالد، وراح يرافقني على هندسة الصوت الزميل حسن طفيلي. مش غريب على المرأة أنه تنجح بالسلك العسكري بعد نجاحها وتفوقها في كافة القطاعات، ووجود أكثر من 4000 امرأة بالسلك العسكري بدل على إيمان هذه المؤسسة بقدرات المرأة بمراكز القرار العسكري وحفظ الأمن والسلم وأخذ دورها الطبيعي في حماية الوطن والدفاع عنه. سيادة العقيد، ضوت أول إشارة ببرنامج فاصلة منقوطة وهي بالضوء الأخضر، وجهة سيرك بنعرف اليوم وجهة سيرك بالسلك العسكري. بصراحة الانتساب للمؤسسة العسكرية كان دايما حلمي من أنا وصغيرة، بس أبدا ما كنت أتوقع أنه يتحقق. كان مثل حلم ما متخيل يتحقق، بس اللي صار انه صار واقع. القيادة قيادة الجيش طلبت تطويع ضباط إناث وذكور اختصاصيين من حملة الشهادات، الصيدلة، الطب، الإدارة. فخدت القرار، وأهلي كتير شجعوني على هذا الموضوع، وقدمت الطلب، اجتزت مباراة الدخول، وهي أنا. أكيد كل المستمعين والمتابعين بهمهم يعرفوا مسيرتك، خيارك للانتساب للمؤسسة العسكرية، وكيف إذا بدك تطورت مهامك ورتبك وصولا لتكوني أنت رئيسة مركز النوع الاجتماعي. يعني التدرج كيف صار توصلتي حضرتك تكوني بإدارة مركز النوع الاجتماعي بالجيش اللبناني؟ مسيرتي بالجيش كانت أني انضميت للجيش بسنة 92 من ضمن أول دورة ضباط اختصاصيين ذكور وإناث، اختصاصي إدارة. أكيد الرتبة أول رتبة للضابط هي ملازم إداري. استلمت كتير وظائف وأغلبيتها أمر فصيلة وأمر سرية كسرايا تموين، لهن ضمن اختصاصي الأساسي. أكيد يعني كمان كامرأة سيادة العقيد، شو يعني امرأة تكون بمؤسسة الجيش والجيش اللبناني، يعني اللي هو عن جد ضمانة للوطن، وقديش قدرتي توفقي بين كونك سيدة وعندك عائلة وبين إذا بدك التزامك بالجيش والمهام اللي توكلتي فيها بالجيش اللبناني؟ أنا برأيي أنه الإناث أو النساء بكل مجالات العمل قدروا يوفقوا بين هالشغلتين اللي هن الأمومة والعائلة والعمل. نفس الشيء بينطبق على الانتساب للمؤسسة، نفس الشيء بينطبق على العمل العسكري. حتى لو كانت امرأة بالصفوف الأمامية بالقتال بالمهام اللي يمكن أكثر بمجتمعاتنا بيعتبروها للرجل. أكيد هيدي في تحديات إضافية للنساء اللي بدهن بالميدان، وهن بصراحة لحد هلأ
ما عنا عسكريات مقاتلات، بس السنة حيتخرج من الكلية الحربية اللي هي بينتسب إلى كان عادة الذكور فقط، ومن 3 سنين انتسب إلى الإناث كمان بنسبة 50% من عدد التلاميذ. حيتدربوا لمدة 3 سنين حتى يتخرجوا باختصاصات قتالية مختلفة. أكيد السنة بس حيتوزعوا على القطع، ولازم تكون قطع مقاتلة حتى هالتجربة هيدي تتبلور ويبين شو هي الصعوبات والتحديات الإضافية. أكيد حيكون عندهم تحديات. من مهام القسم الكتير حنوصل بالفقرة الثانية للتحديات. من ضمن يعني المهام تبعة القسم هي متابعة أوضاعهم على القطع لمعرفة هالتحديات الإضافية اللي واجهوها ونحاول نزللها. حلو كتير انه نشوف المرأة بكل المهام اللي توكل للجيش اللبناني مثل زميلة الرجل بهالمؤسسة اللي كتير من كل الاحترام والتقدير. حضرة العقيد، ممكن تخبرينا عن مركز الخاص بالنوع الاجتماعي؟ يعني هيدا المركز بعتقد تأسس من جديد، وهو يعني يعنى بالمرأة بالمؤسسة العسكرية. نشأته أمتى تم تأسيسه وشو المهام تبع هيدا المركز تحديدا؟ أنشئ بصراحة من فترة كتير قريبة، يعني بكانون الأول من السنة الماضية تم إنشاؤه، وتعينت فيه أنا بكانون تاني من أول هالسنة. المهام كتيرة بسبب أنه الهدف من إنشاؤه هو مأسسة عملية إدماج النساء في الجيش. حلو. هالمأسسة بتتحقق عن طريق استراتيجية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل، بتحدد شو هي الاحتياجات لدمج الإناث وشو هي الطريقة لتأمين هذه الاحتياجات. حلو، يعني فينا نقول صار في إدماج للنوع الاجتماعي بمؤسسة الجيش ومأسسة النوع الاجتماعي بمؤسسة الجيش. صح، الإدماج إله مثل ما قلنا أنا طوعة 92 كان بلشوا يطوعوا إناث كعسكريين جنود بسنة 90. الإدماج موجود من زمان وموجود بالقطع الثابته بالاختصاصات الاداريه والطبيه. اما اللي تطور هلا انه هيدا الادماج صار كمان بالقطع الميدانيه، سمح للاناث انه هن يصيروا بقطع، يعني تغير القانون، تغير القرار. كان بالقبل محصور بالقطع الثابتة، محصور بالاختصاصات الطبية والإدارية. هلأ نسمح لهم أنه هن يعملوا اختصاصات ميدانية، أنه يخدموا بقطع إيطالية. حلو. ونسمح لهم يعملوا دورات خاصة مثل الإغارة، مثل نزع الألغام. وما تتفاجئي أنه في كتير كان تحمس منهم وكتير قدموا لحتى ينفذوا هالدورات. وكيف بيأمن القسم النوع الاجتماعي استدامة إدماج المرأة بالمؤسسة العسكرية؟ مثل ما قلت لك، الاستدامة بتكون بالاستراتيجية. هالاستراتيجية يعني هل المكتوبة الموقعة أكيد. أكيد. يعني القسم هو كونه بقيادة الجيش، كونه بركن العديد من قيادة الجيش، هو عنده صلاحية أنه أكيد يضع الاستراتيجية. أكيد بدها موافقة أركان القيادة كلها وتوقيعها وتصير هي ملزمة للتنفيذ. هل في سقف للأدوار الجندرية؟ يعني كان هل في سقف لدور بالمؤسسة العسكرية؟ هيدا السقف أزيل. حلو. ما بقى حلو. في سقف كان موجود لسنين طويلة. أوكي. لحد 2017. أوكي. مع استلام العماد جوزيف عن قيادة الجيش، وبسبب إيمانه بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وقناعته بالدور المهم اللي بتقوم فيه المرأة بالجيش والحاجة الحاجة لوجود نساء في الجيش، قام بهيدي الخطوة اللي قرر فيها إزالة جميع العوائق أمام النساء. تطويعهم، فتح أبواب كلية الحربية إلون، عينهم بالقطع الميدانية القتالية حتى لو كانت اختصاصاتهم بعد منا قتالية وميدانية،
وخضعوا لدورات بهالقطع مثل فوج الحدود البري، كمان عملوا دورات خاصة بكيفية التفتيش لعبر الحدود وغيرها، ونجحوا كتير منيح. هلأ نحن الطريق مفتوحة أمامنا، والقسم هلأ شغلته أنه يأمن هذه الاستدامة. كل التقدير لقائد الجيش العماد جوزيف عون، حقيقة يعني وجود أكثر من 4000 سيدة بالجيش اللبناني وتأسيس مركز خاص بالنوع الاجتماعي وكمان إزالة كل العقبات والمعوقات، هيدا عن جد ترفع له القبعة. ولألكم كمان يعني بهالمؤسسة اللي هي ضمانة وحماية للوطن. سيادة العقيد، خلينا ننتقل لعند صديق البرنامج كمان لنعرف رأيه بهل الدور الحيوي والمتقدم للمرأة بالمؤسسة العسكرية. شكرا دكتورة جلشان، وأنا بدوري بدي رحب بحضرة العقيد مروة سعود بهذا البرنامج وبهذا الحلقة المميزة، وكمان بدي وجه تحية احترام وتقدير لمؤسسة الجيش اللبناني، هيدا المؤسسة الجامعة والضامنة واللي أثبتت يعني مدى قربة من الشعب مع كل يعني المحطات وأحيانا التحديات اللي مرقنا فيها بلبنان، وأثبتت قديش بتتمتع بهيدا القيادة الحكيمة بإدارة الأمور. وهذا مش غريب إنه بالنسبة للمواطن اللبناني لما يوجه تحية للعسكري بالجيش اللبناني بيقول له مرحبا وطن، لأنه أكيد الشعب اللبناني بيشوف الوطن من خلال هيدا المؤسسة المميزة ومثل ما قلت الجامعة. شيء كتير مهم يلي كنت عم بسمعه من حضرة العيد إنه صار في قسم خاص بالنوع الاجتماعي بقيادة الجيش، وهذا شيء نقلة نوعية إنه صرنا عم نحكي بهيدي الثقافة النوع الاجتماعي داخل المؤسسة العسكرية، وقديش هذا الموضوع رح ينعكس إيجابا على المرأة مش بس داخل السلك العسكري، أيضا يعني على المرأة بشكل عام بلبنان. وما في شك إنه المرأة القيادية داخل المؤسسة العسكرية يمكن بتتمتع ببعض المميزات أكثر من المرأة القيادية بخارج القطاعات، لأنه بالمؤسسة العسكرية في معايير معينة يعني للعمل داخل أو للقيام بالمهمات داخل هذه المؤسسة، وهي بتفرض أعلى درجات الانضباط وأعلى درجات التقيد بالقوانين، كل هذا بيعمل ثقل بشخصية المرأة أو الرجل حتى، وهذا بخليها تتمتع أكثر بثقة عالية بنفسها، ممكن هذا الموضوع يعني بينعكس عليها وعلى المجتمع بشكل عام. شكرا استاذ زياد. بالفعل يعني اليوم وجود المرأة بمراكز القرار بالجيش اللبناني هيدي مسؤولية كبيرة ومسؤولية وطنية، يعني تكون المرأة بهالمسؤولية معناتها عن جد في ثقة كبيرة فيها. النقطة الثانية بعتقد وجود المرأة كمان بهيك مراكز بتزيل الفكرة التقليدية بتوزيع الأدوار، وإذا بدك الأدوار النمطية اللي أعطيت بالسابق للنساء. بقى كل التحية وكل التوفيق. رح ننتقل للإشارة الثانية وهي التحديات والمطبات، لنشوف المرأة بالسلك العسكري إذا بتوقع بمطبات أو بتقطع المطبات. حضرة العقيد، أكيد بكل مراحل حياتنا في تحديات، وبكل القطاعات وبكل المهن في تحديات، ولكن أنا بعتقد أنتو تحدياتكم شوي مختلفة، يمكن تحديات أصعب مثل ما قال أستاذ زياد بالفقرة السابقة. المرأة بالجيش اللبناني عندها التزام بالقوانين وبالمعايير ويعني هي عم تشتغل على مستوى يمكن على مستوى الوطن. بقى شو كانت التحديات العقيد مروة بين مسؤولياتها بالوظيفة العسكرية وبين البيت وبين أنوثتها وبين كل هالأدوار اللي بدها تلعبها؟ هلأ لفت لي نظري من اللي سألتي كله موضوع الأنوثة. أنا بنسأل كتير عن هذا الموضوع. الأنوثة برأيي ما أنا بس شكل، حلو، ما أنا شكل خارجي،
أوكي. الأنوثة هي صفات بتمتع فيها المرأة. أوكي. أهم أنا برأيي أن مستمعة كتير منيحة، حلو، عفوية، بتحاول تساعد من كل قلبها، حنونة ومتمسكين بأنوثتنا. أكيد. مش إذا كنا بمركز قرار. أكيد. لأنه أنا كمان بنسأل هيدا السؤال، وبعتقد كل سيدة بمركز قرار بتنسأل أنه أنت بتتخلي عن أنوثتك لتكوني قوية، لتكوني القوة هي قوة الشخصية. بالضبط. قوة الشخصية اللي بتفرض حالها على كل اللي حواليها. هلأ تلقيت تحديات كتيرة زيادة عن التحديات اللي بتعرضوا لها الإناث أو النساء. أي. بكل أي. الوظائف. ألا أنه الأمرأة دايما يعني صعب شوي على الرجل أنه يتقبل الأوامر من أمرأة. فبالنسبة لتجربتي الشخصية كانت أنه أول ما خلصت التدريب العسكري وتعينت بأول وظيفة أمر فصيلة من 30 سنة، كانوا اللي تحت أمرتي كلهم رجال، لأنه بهداك الوقت ما كان في نساء كتير بالمؤسسة. وطبعا أنا كنت صغيرة بالعمر وهن أكبر مني بالعمر وبالخبرة. أوكي. فأنا أكيد ما استعملت التصادم. حلو. أكيد حاولت أنه أقنعهم باللي عم بطلبه. مش لأني أنا بس أمر روح ونفذه، لا، أنا عم بطلب منكم الطلب الصحيح اللي أنتوا بتبرعوا فيه. وبالأخير في تسلسل إداري، لازم إدارياً عم تكوني بهذا المكان. أقنعهم أنه أنا اللي عم بطلبه هو الطلب الصحيح. كيف عملت هالشي؟ أول شي كسبت ثقتهم، استفدت من خبرتهم، ما اعتبرت أنه اللي بيقولوه مش مزبوط، لا، اللي قالوا لي كان في حوار، وهيك درت نجحت بهيدي المهمة. وما واجهتي مشكلة مع الزملاء الرجال بالمؤسسة العسكرية؟ خاصة نحن بمجتمعنا، يعني كمان هون بدي أربطها بنظرة المجتمع، لأنه بمجتمعنا بيعتبروا الأمر النهائي للرجل، وأنه مرأة رجل يكون تحت إيد امرأة وهي تأمره يمكن فيها مشكلة. ما واجهتي معناتها يعني هيدي العملية؟ الزملاء شغلة مختلفة. الزملاء طبعا كونهم هني أساسا بالمؤسسة العسكرية وبيعرفوا الصعوبات اللي بيتعرضوا لهني بالمؤسسة العسكرية، كان نظرتهم إلنا كتير احترام. يعني حلو. كانوا بيعرفوا يمكن آلية أخذ القرارات. صح. والأمر كانوا ينظرونا بكل احترام، ويعني يفكروا على أنه نحن قداش عم نحاول أنه نلعب دور العسكري. أوكي. بكل احترافية. لا، أنا كل زملائي كانوا مقدريننا، ما كان حدا أبدا يحاول أنه يقف في طريقنا، بالعكس ساعدونا كتير منيح لننجح بالمهمة. وشو نظرة المجتمع؟ المجتمع عطول في إعجاب للأنثى بالجيش العسكري. أيوة. الأنثى بالجيش في إعجاب، بيبين من نظراتهم، من الطريقة اللي بيتصرفوا فيها، ورح يستمر إن شاء الله هذا الإعجاب إن شاء الله. أنا بعتقد نظرة الإعجاب هي بشكل عام للمؤسسة وللبدلة. 100%. يعني نحن بمجرد ما نشوف البدلة سواء لبستها سيدة أو رجل نحترم ومنجل هالبدلة، وإلى هيك وقع علينا. صح. بمجتمعنا. فهل هيدا السبب؟ يعني في نوع من المساواة، خلينا نقول النظرة ما بتعود كمرأة، نظرة المجتمع أو الرجل ما بتعود كمرأة؟ أكيد. أكيد بعد بلبنان حتى لو أنه هن تقبلوا المرأة في البدلة، نعجبوا فيها، افتخروا فيها، بعدهم بينظروا إليها كأمرأة مش كعسكري. هيدا فكرة ونظرة بدنا نغيرها، بس طريق طويل. أكيد. ما بتخلص يعني دغري مجرد أنه هن اقتنعوا. هلأ التحديات الجديدة والإناث، الضباط الإناث اللي حينزلوا على الأرض ويقفوا على الحواجز، حتغير كمان هالنظرة. بالنسبة لقالهم حتصير الأنماط حتى داخل المؤسسة العسكرية كتير مختلفة. بغير بلدان نحن منشوف الجيش والقوى العسكرية والقوى الأمنية موجودة بالطرقات مثل الرجل. معناتها نحن بلبنان كمان قريبا حنشوف هيدا المشهد. 100%. أوكي. كيف بتشوفي هيدا التقدم على مستوى المؤسسة العسكرية؟
هلا التقدم ما صار بس انه سمح للاناث انه يعملوا ادوار قتاليه او يصيروا باختصاصات قتاليه، التقدم انه دربوهم أوكي. بطريقه كثير احترافيه تيقدروا يتجاوزوا هالمشقات. واكيد تدريب النساء على المهمه ذاتها اللي بيتدرب عليها الرجل، الأنثى بدها تحاول تعطي جهد أكثر من الرجل حتى تعطي نفس تثبت النتيجة، تثبت حالة صح تعطي نفس النتيجة. نفس التدريبات، نفس الـ 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 يعني إذا بدك المدرسة هي وحدة صح للرجل وللمرأة بالمؤسسة العسكرية، وعم يتلقوا نفس التدريبات 100% ونفس المسؤوليات ونفس يعني فعلا وكأنه عم نروح أستاذ زياد لمساواة تامة. منتمنى يعني هالمساواة الموجودة بالجيش اللبناني وهالثقة اللي انسحبت على المرأة بالجيش اللبناني تنسحب كمان على باقي القطاعات، وهيك نشوف انه تم إزالة هالتمييز بين المرأة والرجل. صحيح، نحن دايما بكل الحلقات يمكن اللي عم نتابعها بهذا البرنامج يمكن أول عائق بنحكي عنه هو موضوع التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وهيدي الثقافة اللي بعد يمكن المجتمع بينقذ منها، ودايما منشدد المسؤولية مش مسؤولية رجل أو امرأة بهذا المجتمع على قد هي مسؤولية مجتمعية، ويعني تراكم من العادات والتقاليد والذهنية الذكورية يلي حاكمة هذا المجتمع. ودايما منقول انه هو التغيير عم بيكون بعمل تراكمي لتغيير هذا المجتمع. بتصور يلي عملته قيادة الجيش شيء متقدم جدا من خلال هذا القسم الخاص بالنوع الاجتماعي، واكيد انا مثل ما قلت رح يكون له آثار كبيرة على المجتمع. شيء تاني ذكرت انه قديش قيادة الجيش بلبنان والجيش اللبناني بلبنان قديش كان قريب من شعبه، يعني قديش الناس عن جد بتحس بهذا الشعور. كمان وجود النساء داخل المؤسسة العسكرية انا برأيي بيزيد أكتر هذا القرب، ومثل ما ذكرت حضرة العقيد انه نظرة الناس للسيد اللي لابسة البدلة العسكرية هي نظرة إعجاب ونظرة احترام، وبالفعل بنلمسها هيدي بكل مجتمعاتنا وين ما كنا. دائما حضور يعني السيد اللي لابسه البدلة العسكرية بيكون هيك حضور يعني محبب عند الناس، وحضور يعني له كل احترامه. ويمكن مثل ما ذكرتي اكيد بتبقى البدلة العسكرية كمان فارضة حالة بهذا الموضوع، والمؤسسة العسكرية يلي هي كمان يعني سباقة عم تكون بهذا الإطار. شيء مهم إنه نشوف المرأة يعني كمان رح نشوفها يعني بالمهام القتالية كمان بالجيش، وبرأيي إنه يمكن ثبتت التجربة بكل المجتمعات إنه المرأة قادرة تكون بكل هذه المهام تكون عم تقوم فيها، وحتى في حاجة بمجتمعاتنا لأنه تكون المرأة يد بيد مع الرجل إنه تكون عم تقوم بهذه المهام حتى تكمل الصورة. وأنا برأيي يلي عملته قيادة الجيش من خلال يعني أول شيء يعني إدخال النساء على المؤسسة العسكرية وأيضا من خلال تأسيس هذا المركز يعني بتكون يعني المشهدية والصورة عم تكمل أكثر لهذه المؤسسة. وهذا شيء بدي شدد عليه كمان هو منكون بلشنا نقرب أكثر من أنه نكون أكثر عم نعزز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، عم نعزز أكثر موضوع تكافؤ الفرص، وأيضا شغلة كتير مهمة اللي هي عم نعزز مفهوم المواطنة. هذا كله دخول المرأة للجيش اللبناني بيعزز بمجتمعنا مفهوم المواطنة. حلو. أنا بعتقد بدي زيد شوي على اللي قاله حضرة المحامي الأستاذ. الجيش اللبناني هو يعني مصغر عن المجتمع اللبناني كله. أوكي. فإذا أكيد. الجيش بلش بتغيير الأنماط رح يقلده المجتمع اللبناني حلو. كله صحيح. حيغير هو كمان الأنماط سواء داخل البيت سواء خارج البيت بمراكز العمل. حلو. أنا بوافقك حضرة العقيد وبوافق أستاذ زياد بقضية يعني أكيد الجيش اللبناني هو خاصة كسب ثقة الشعب وقتها ببلش من نفسه ومن مؤسسته عم يلغي الأدوار النمطية للمرأة ويعزز دورها. هيدا جانب كتير مهم، ولكن كمان مؤسسة الجيش مثل ما ذكر أستاذ زياد اشتغلت على عدة جوانب. يعني أولا كان في قرار
بأنه صح. المرأة تكون مثلها مثل الرجل، وتم تشجيع انضمام النساء للمؤسسة العسكرية، وبهيدا الانضمام كان في مسؤولية وكان في مواطنة وكان في مساواة، يعني هدول كلهم كانوا عوامل بتشجع على لعب دورة اللي مثل ما لازم تلعبه. كمان قضية تأسيس مركز للنوع الاجتماعي، يعني هيدا كمان حقيقة عطى كمل مثل ما قال استاذ زياد، كمل الاحتياج اللي كان ممكن بها الناحية. بقى حقيقة كل التقدير، وأنا بعتقد مثل ما قلتي لأن مؤسسة الجيش هي صورة مصغرة عن المجتمع اللبناني، بعتقد يعني هيدا حتتاخد على أنه شيء كتير بمكانه وكتير حقيقي ولازم ينسحب على باقي القطاعات. ونتمنى يعني أنا هلأ محمسة أشوف النساء بالطرقات، شوف النساء إن شاء الله ما نحتاج نقاتل، ولكن محمسة أشوفها بكل المراكز بدون تمييز أنه هيدا مرأة فخلوها بالإدارات من دون ما تكون بالمراكز الإيطالية. يعني حابة أشوف النساء بالصفوف الأمامية بكل المراكز إلى جانب الرجل، وأنا مني كتير مؤمنة بالتطرف بقضايا المرأة، بالعكس مؤمنة بالشراكة، مؤمنة أنه نتعاطى على أساس المواطنة، وهيدا هو الصح اللي بيوصلنا. أستاذ زياد عندك شي تضيفه قبل ما ننتقل؟ أنا بس بدي أقول يعني تأكيدا على اللي قلتيه حضرتك دكتورة جولشان واللي قالته حضرة العيد، أنه يعني كمؤسسة الجيش هي الصورة المصغرة عن المجتمع، هي مش بس الصورة المصغرة عن المجتمع، الصورة الأساسية، هي الصورة اللي ممكن تكون القدوة. القدوة يعني صحيح. ممكن صحيح. يعني ممكن تعكس إيجابا، أنا ذكرتها هذه إيجابا على مجتمعنا، لأنه عن جد في صورة هيك مثالية عالية كتير عند الناس بالنسبة للجيش اللبناني، وهذه يعني مطلوب أكتر دلة تتعزز عند الناس، وبتصور قيادة الجيش وحضرتكم كل يعني كضباط وكعناصر عم تقوموا بأحلى ما يمكن بهذا الموضوع، فبالتالي يمكن تكون هي القدوة حتى بموضوع يعني كسر هيدا النمطية يعني موضوع ثقافة النوع الاجتماعي تكون عم تتعزز أكتر بالمجتمع. اتفضلي. بتتبلور مبدأ المساواة ضمن المؤسسة العسكرية بأنه تلاميذ الضباط اللي انضموا للكلية الحربية، رغم أنه العسكر الإناث بالجيش هن بس 5% من عديد العسكر، التلاميذ اللي انضموا للكلية الحربية هن 50% من عديد العسكر. حلو. من عديد التلاميذ. أوكي. يعني هل تتوقع زيادة عدد النساء بوتيرة أقوى بالمستقبل حضرة العقيد؟ هلأ مثل ما قالت أنا، الإدماج ما هو زيادة عدد، الإدماج أوكي. هو استثمار القدرات استثمار القدرات النسائية على كافة المستويات. بس كونه بالكلية الحربية نص التلامذة إناث والنص التاني ذكور، يعني مساواة متعادلة، يعني صرنا أكثر مش مجرد مناصفة. يعني بقصد هيدا بالسابق ما كان، لا هيدا ممكن يزيد تشجيع صح. انضمام الفتيات، هيك قصدي أنه ممكن يزيد تشجيع انضمام الفتيات للمؤسسة العسكرية. وهل المركز مركز النوع الاجتماعي رح يلعب دور بتشجيع زيادة عدد النساء بالمؤسسة العسكرية؟ إذا فينا نحكي شوي عن أدوار المركز مركز النوع الاجتماعي. أكيد من المهام الكتيرة اللي هي نحن مكلفين فيها مثل ما قلت لك الاستراتيجية، كمان أنه نحن نجمع إحصاءات، وهالإحصاءات هيدي بدها توصلنا لنتائج بدنا ندرسها. طبعا نحن بدنا ننسق مع كل أركان القيادة لحتى يصير التخطيط أو أي مهمة تكون جندر سنسيتيف. فكمان مديرية التوجيه اللي بتعمل الإعلانات، اللي بتصدر الإعلانات للتطويع بالجيش، هي من ركن من أركان قيادة الجيش، والتنسيق معها أمر ضروري لحتى نعمل كمان الإعلان عن التطويع يكون جندر سنسيتيف. حلو كتير هيدا أنا بعتقد حيكون يعني خطوة كمان متقدمة على مستوى الجيش اللبناني. رح ننتقل للإشارة الثالثة، وهي
طريقك ولوين واصلة. يعني بدنا نشوف العقيد مروى لوين بدها توصل من بعد كل هالمراكز اللي تبوقتهم واللي شغلتهم، لوين بدها توصل العقيد مروى. العقيد مروى، رح ننتقل للإشارة الأخيرة وهي طريقك ولوين واصلة، لنشوف العقيد مروى من بعد كل المراكز اللي تبوقتهم ومسيرة حياتها اللي مرقت فيها. إشاراتك طبعا كلها كانت مفتوحة وما كان في بالمطب، ما وقعت بولا مطب، رح نشوف لوين واصلة. على الصعيد الشخصي أنا شخصيا طموحي الأساسي حاليا أنه القسم يباشر بعمله بصورة احترافية. طموح الحالة أنه وضع الإناث بالجيش يكون تحسين. طموح الحالة المستقبل المجتمع اللبناني كله والإناث بالمجتمع اللبناني والنساء بالمجتمع اللبناني كله أنه يتطوروا والأنماط مثل ما قلنا تتغير وتنكسر. حلو. أنا حابة تقدم كتير بهيدا الموضوع، بموضوع الجندر، وتثقف أكتر. حلو. تابع دورات أكتر لحتى يكون عندي معلومات أكتر تقدر نفذها المهمة. طيب بخلال مسيرتك شو الخبرات والمهارات اللي اكتسبتيها، يعني المكتسبات العقيد مروى شو كانت بخلال مسيرتها بالمؤسسة العسكرية؟ المكتسبات كتيرة كتيرة، عددي لنا إياها منحب نعرف. بالإضافة للخبرة بالإدارة. أوكي. العمل الإداري، لأنه المؤسسة العسكرية فيها كتير تشعب بالعمل الإداري. تشعب جدا وتجارب تاني شيء الانضباط. الانضباط والتأيد بالتعليمات والقوانين والتوجيهات، التنظيم إنساني، صرت إنساني منظمي جدا. تنظيم الوقت كمان. صح. علاقتي مع الآخرين. حلو. تبلورت كتير. أوكي. بين خلال تجربتي بالجيش. أنا بعتقد وجود أي شخص، امرأة أو رجل، بالجيش اللبناني بيبني الشخصية 100%. هل بتصير شخصية مختلفة عن الشخصية العادية برات المؤسسة؟ على الشخصية ما بتختلف، بس شوي بيفرق ونحن لابسين البدلة ونحن مش لابسين البدلة، كإناس كنساء، مش عم بحكي عن الذكور. بتصيري عادية بس تروحي على البيت. العقيد مروى. أوكي. بتصيري أم وبتصيري أم بالمطبخ 100%. والطريقة اللي بلبس فيها وبمشي فيها مختلفة جدا. أوكي. عن الطريقة بس كون لبسة بدلتي العسكرية. طب العقيد مروى، خليني أعكس السؤال، يعني شفنا المؤسسة العسكرية شو أضافت لك وكيف غيرت بشخصيتك، بدنا نشوف العقيد مروى وباقي زملائها أو زميلاتها بالمؤسسة العسكرية شو ضافوا للمؤسسة العسكرية كنساء. يعني هل كان عندكم لمسة خاصة، أسلوب خاص بعملكم؟ نحن كنساء، كل النساء أوكي، عندهم طريقة كتير مختلفة عن معالجة المشاكل. كتير مختلفة بالعمل. فأنا رأيي أنه أضفنا للمؤسسة العسكرية التنظيم. حلو. التنظيم كان موجود أكيد، بس أنه نحن أضفنا عليه لمستنا. حلو. الأنثوية. يعني بكل المراكز اللي توليتها أو اللي تولاها كمان زميلاتي النساء أضافوا هذا النوع من التمييز وغيروا الفكرة والطريقة كلها بهالوحدات اللي اشتغلوا. حلو. طيب إذا بدنا نروح للجندرة، بقول سيدي ولا بقول سيدتي ولا بقول شو بقول؟ في جندرة للمصطلحات بالمؤسسة العسكرية؟ قواعد المخاطبة العسكرية لحد هلأ هي بعد سيدي، ما سيدي. في سيدتي. من مهام القسم انه يحول هلا التعبير هيدي او قواعد التخاطب لا يكون جندر سنسيتيف، واعتمادا طبعا اللغه العربيه، واصدار تعليمات خاصه بتلزم الجميع العسكريين بهالطريقه. لانه مثلا هيدي فيها اشكاليه حتى برات المؤسسه العسكريه. يعني مثلا اوقات هل منقول النائبه او النائب؟
يعني في إشكالية بموضوع المصطلحات. بقى بعتقد المركز كمان يمكن هيدي رح تكون مثل ما تفضلتي أحد مهامه بجندرة المصطلحات. حضرة العقيد، شو رسالتك أو توصيتك للشابات اللي ممكن ينضموا للمؤسسة العسكرية؟ هيدي رسالة من حدا مثل حضرتك يعني له مسيرة وباع طويل بالمؤسسة العسكرية، شو بتقولي له؟ الصبايا اللي انضموا جديد بال 2018 هن كتير صغار. أنا بوجه لهم أول شيء تحية لهالقرار تحية منا جميعا لهالقرار اللي اتخذوه أنه هن ينضموا للمؤسسة العسكرية. تاني شيء بقول لهم كوني أنت، أوكي. ما تحاولي أبدا تغيري حالك أو تتشبهي بالرجال، أنت عسكري وعندك كل صفات العسكري. أبدا ما تقولي أنا ما في أعمل هيك لأنه أنا مرة، لا، أنت عندك كل الصفات، ثقي بحالك ونفذ المهمة على أكمل وجه. بدي أضيف على الإضافات اللي قدمتها النساء للمؤسسة العسكرية، قدمت الرقة. في بعض المهمات بحاجة إلى الرقة واللطافة، في كتير نشاطات بحاجة لقلب مرأة كبير، صح، بشارك فيها العائلات العسكرية، في مهمات تبقى مشتركة مع جهات مدنية. تطويع الإناث أكيد بالإجمال كان دعم كتير لبعض الوحدات، حتى بالعديد النسائي الضروري لتنفيذ المهمات هيدي. فصارت المرأة جنب إلى جنب بالدوريات بالحواجز بغيرها، وكله في سبيل أمن لبنان واستقراره. حلو حلو، كل التقدير. رح ننتقل للسؤال الأخير، وهو شو رسالتها للعقيد مروة للشابات اللي هن انضموا حديثا للمؤسسة العسكرية، وشو رسالتها للرجال زملائها وللشعب اللبناني؟ عندك ثلاث رسائل. ثلاث رسائل. الصبايا الجداد أول شيء بهنيهم على هالقرار، وبأكد لهم إنه مسيرتهم حتكون كتير حلوة إن شاء الله. يكونوا نفسهم أول شيء. حلو. كوني أنت، ما تتشبهي أبدا بالرجل، تشبهي بالعسكري. ثقي أنه أنت قادرة تنفذي كل المهمات المطلوبة منك. ثقي بحالك. ثقي بحالك 100% وحتنفذيها بتفوق. ما تقولي ما بقدر أنا مرة، لا، أنت منك وحدة عاجزة. أنت عسكري بكامل قدراتك بكامل تدريبك تصرفي على هالأساس. حلو حلو. للرجال. للرجال أول شيء أكيد بتشكرهم كتير، لأنه لولا دعمهم وتعاونهم معي ما كنت نجحت بأي مهمة. للعسكريين جميعا بقول لهم ثقوا ببعضكم وثقوا بالمرأة، ثقوا بغض النظر عن الجنس، ثقوا ببعضكم، ولحتى تنفذوا أي مهمة باحترافية كاملة، باحترافية وبوطنية وبمسؤولية. بوطنية. الشعب اللبناني في مفاجأة حيتفاجأوا إن شاء الله هيدي السنة، أنه حيشوفوا ضباط إناث على الحواجز. حلو. وحيشوفوهم عم يشاركوا بتنفيذ دوريات، وتأكدوا أنه هودي النساء خضعوا لتدريب كتير منيح ومناسب ليقدروا يتحملوا مشقات هيدي المهمات. يعني منعتبر نحن هلأ عبر أثير إذاعة صوت الشعب وبرنامج فاصلة منقوطة عم نزف خبر للبنانيين بأنه النساء رح يكونوا على الحواجز ورح يكونوا بالطرقات إلى جانب زملائهم العساكر، وبدنا نقول لهم وثقوا فيهم مثل ما قلتي حضرة العقيد. 100%. أصلا الهدف من تطويع الإناث في المهمات القتالية تنفيذ هيدي المهمات العملية على الأرض جنب لجنب مع الرجل. بدي أقول لك هيدا البرنامج هو بالتعاون ما بين إذاعة صوت الشعب ومجموعة بسمة الدولية، يلي هي عملها الأساسي هو تمكين النساء والشباب، لا سيما النساء، ودعمها لتكون بمراكز القرار
وتمكينة، يعني تمكينة من مراكز القرار. بقى كل التحية والتقدير، على أمل أنه نشوف اللي اليوم حضرتك قلتي بحلقتنا ينسحب على كل القطاعات ويصير في مساواة تامة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات. أستاذ زياد، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، لفتني كتير كان معبر كلام حضرة العقيد بالرسالة اللي وجهتها للشابات، صح، لما قالت لهم كوني أنت للشاب يعني. وهذا بالفعل هذا معبر جدا، لأنه اليوم لما الشابات والنساء لما بدون يكونوا عم بيقوموا بمهام محددة، ما في داعي أنهم يكونوا عم يخسروا شخصيتهم ليكونوا يعني أو يتمثلوا بشخصية الرجل. لا، هذه المواقع وهذه المهام انعملت لتكون إيد بإيد الرجل والمرأة يكونوا عم بينفذوها مع بعضهم. ومثل ما ذكرت بالسابق أنه في حاجة للنساء أنه يكونوا عم بيقوموا بهذه المهام. وقصة مهام القتالية والمهام الإجمالية بشكل عام بالسلك العسكري كله بيندرج ضمن القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن، يلي حدد الولاية الخاصة للمرأة بموضوع الأمن والدفاع وأيضا والسلم. وهون دورة للسيدات وللنساء أنه يكونوا عم بيقوموا بهذا الدور على قدم المساواة بينهم وبين الرجل. وبدي شدد يعني على نقطة أخيرة، أنه اليوم يعني الدخول إلى مؤسسة الجيش وإلى السلك العسكري يعتبر مهمة وطنية. يعني اليوم طبعاً الجيش اللبناني بكل ضباط وعناصر ورجال ونساء عم بيقدوا مهمة وطنية. هذه المهمة الوطنية هي حق انه يكون كل هؤلاء الاشخاص الرجال ونساء يكونوا عم بيقوموا فيها، وهي واجب كمان لكل النساء على كل النساء وعلى كل الرجال يكونوا عم بيأدوا هذه المهمه اللي هي بتندرج تحت اطار يعني شعار الجيش اللبناني شرف وتضحيه ووفاء. كل الشكر استاذ زياد، على امل انه فعلا القرار 1325 كمان يتم ادخاله بالاجندة الوطنية، ونحزي حزو بعض الدول اللي اعتمدوا بخططهم وعم بيتم تطبيقه، على امل. وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا ببرنامج فاصلة منقوطة لليوم. لك جزير الشكر العقيد مروى، ومنتمنى لك كل التوفيق بمهمتك. يعني مهمتك نحن منقدرها عاليا بالجيش اللبناني، ومنفخر بهالمؤسسة الوطنية الجامعة واللي هي عن جد قدرت تكون ضمانة الوطن. كل التقدير لجيشنا الجيش اللبناني العظيم. الشكر للأستاذ زياد اللي كان معنا بهالحلقة، شكر جزيل للزميلة رشال على المساعدة بالأعداد، والشكر للزميل حسن طفي على هندسة الصوت. وموعدنا بتجدد التنين المقبل الساعة 2:30 بعد موجز الأخبار بحلقة جديدة مع ضيفات جديد. ولوقتها بحب دائما أقول للمرأة شو ما صار ما توقفي، كفي. فاصلة منقوطة، برنامج أسبوعي يبث عبر إذاعة صوت الشعب بالتعاون مع مجموعة بسمة الدولية، من إعداد وتقديم الدكتورة جولشان يوسف صغلام. بتم من خلاله الإضاءة على دور المرأة ونجاحاتها بكافة الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. فاصلة منقوطة، محطة إليك لتاخدي نفس وتكمل المسيرة. فاصلة منقوطة، تنين بعد موجز أخبار 2:30.